صباح الخير يا أبطال، إن شاء الله تكونوا متحمسين تلعبوا معنا رياضة لليوم ومتحمسين تعرفوا أكثر عن التمارين وفوائدها والأخطاء اللي بنعملها بدون ما ننتبه وإحنا بنتمرن. جهزوا حالكم وإلبسوا أواعي رياضة وخلينا نتعرف فيها على أول صديق راح يلعب معنا رياضة لليوم. مرحبا كوتش. أهلاً مرحبا أهلاً يا سامي. أهلاً أهلاً يا سامي. كوتش أنا بحب الرياضة كتير وبحب ألعبها دايماً، بس أوقات بس أخلص التمرين بحس بوجع بكل جسمي وخاصة بس أنا. شكلك يا سامي بس تتمرن ما بتعمل تمارين الإطالة منيح. إطالة؟ شو يعني يا كوتش؟ هلأ بفرجيك. ميوزيك. أوكي إيدي هون، رح أثبتهم، أمد لقدام للآخر. 3 2 1. رح أسكر رجلي، أنزل تحت، أحاول ألمس طراف أصابعي، حاول ركبي يكونوا ثابتين. 3 2 1. أوكي رح أفتح رجلي هون، رح أنزل على اليمين. 1 2 3 4 5. بدي الجهة الثانية. 1 2 3 4 5. رح أنزل للآخر تحت، ألمس الأرض. 1 2 3 4 5. أوكي رح أرجع أشبك إيدي وأرفع فوق للآخر. سامي حاول ظهرنا يكون ثابت فوق. يا سلام برافو يا سامي. نرجع هون رجلينا، رح أحاول أخلي ظهري ثابت، صدري لقدام. 3 2 1. رح أنزل بركبتي تحت وأعطي جسمي للآخر. برافو يا سامي. 1 2 3 4 5. رح أبدل الجهة الثانية هون. تعبت. 1 يلا يا سامي. يلا يا سامي. أول مرة بعمل تمارين الإيطالي. 5 أنزل تحت هون لقدام. 1 2 3 4 5. أوكي ناخذ نفس. تشرب مي؟ يا ريت. يلا يلا يا سامي ما بدنا نتعب. هيك بنكون خلصنا تمرين الإيطالي لليوم. يا سلام، حاس جسمي صار أحسن وهيك وما وجعني مثل قبل. ما قلت تمارين الإيطالي هي السبب؟ طبعا طبعا يا سامي. هاي هي تمارين الإيطالي، بتخلي جسمك أكثر مرونة وبتخفف من آلام التمارين يا سامي. كوتش احكي لنا شو الأوقات المناسبة اللي نعمل فيها هاي التمارين؟ سؤال حلو. الأوقات المناسبة هي بعد ما تصحى من النوم يا سامي، وقبل التمرين، وبعد التمرين كمان. بعد التمرين كمان؟ طبعاً. أنا كثير انبسطت إني عرفت هاي المعلومات وبوعدك يا كوتش رح أطبقها كاملة. باي باي. مع السلامة. اهلا يا سلمى. انا كثير بحب تمارين الكارديو بس عندي مشكله انه اوقات بتعب بسرعه ما بقدر اكمل التمرين. ولا يهمك يا سلمى، اكيد الكوتش لؤي عنده الحل. مزبوط. بسيطه يا سلمى. هلا انا وانت واصدقائنا رح نلعب كارديو مع بعض وراح افرجيكي الطريقه الصح اللي ما تخليكي تتعبي فيها. يلا. اوكي ميوزيك. يلا. اوكي هون رح ابلش مشي في المكان. برافو بطلي يا سلمى، نشيطه اليوم سلمى. اوكي رح ازيد السرعه شوي اكثر. سلمى دائما نشيطه. يا سلام. اوكي اسرع شوي، رح ارفع ركبي فوق هون. برافو. 4 3 2 1. اوكي رح ارجع ركض في المكان واوسع رجلي اكثر. اوكي رح انزل تحت هون اعمل جمب. 1 2 3 4 5 6. بطلة يا سلمى. 7 8 9. آخر واحدة. أوكي رح أنزل تحت هون أعمل 1. يلا يا سلمى بالرجال أرفع ركبتي. 2 3 4 5. بطلة. 6 7. رح أبدل الثانية. 1 2 3 4 5. 2 مور. 1. اوكي ناخذ نفس. لحظه لحظه، هي انيت مي. نشرب مي يا سلمى. بسرعه يا سلمى. هي تبعتك. ناخذ نفس. 3 2 1. اوكي راح استخدم الستيب، راح اعمل تبادل. جو. اسرع شوي. 5 4 3 2
وان اوكي راح اثبت رجل راح اطلع جامب وان تو ثري فور فايف راح ابدل ثاني جو يلا وان. يا سلمى برافو تو ثري فور فايف اوكي راح ارجع هون اخذ نفس تشربي مي يا سلمى اوكي راح نبلش هون جامبل جاكس هون مع بعض 1 يلا 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي هيك بنكون خلصنا تمرين الكارديو جد ما حسيت اني تعبت وخاصه انه كنت اشرب مي خلال التمرين واخذ نفس وانا بتمرن المهم يا سلمى انك تركزي على هذا الاشي وما تنسيه ابدا لانه تمرين الكارديو بقوي عضلة القلب والرئتين عشان هيك بتحسي بشوية تعب اها إيه كوتش ايش رايك تحكينا اكثر عن تمارين الكارديو انا متاكده انه سلمى واصدقائنا حابين يعرفوا عنها اكثر تمارين الكارديو في لها شغلات كثير مهمه ومنها اول إشي انها تحرق الدهون في الجسم وكمان بتقلل من نسبه الاصابات بالجسم يا سلام بوعدك يا كوتش رح أعمل كل شغلة علمتني إياها وما رح أنساها أبداً أبداً باي 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 يا سلمى مرحبا مرحبا أهلاً أهلاً مالك يا بارع أهلاً أنا بحب أرفع أوزان لأني قوي وبقدر أشيل أي وزن وما عندي أي مشكلة مع الرياضة ما عندي أي مشكلة لحظة متأكد أنت كتير مستعجل يا بارع وجعي بار متأكد يا بارع أنك بتحب الرياضة لأني شايفك كثير مستعجل والرياضة اللي أنت بتعملها لازم تكون هادي طبعاً طيب كيف يعني؟ طيب أوكي يا سامي هلأ رح نلعب أنا وياك بالأوزان ورح أفرجيك طريقتي باللعب وإذا عجبتك العبها ها؟ أنا جاهز ميوزيك ياهو يلا أوكي رح نمسك الأوزان هون هون رح أنزل تحت هون راح اطلع فوق بس سكوات اثبت خصري 2 يلا يا بارع برافو 4 اهم شيء انه ما نزيد اوزان بهاي اللعبه عادي بنقدر نمسك مطره مي لو ما عندنا اوزان 5 6 اخلي خصري ثابت وارجعه لورا هذا التمرين كثير حلو صح 1 مور اوكي نفس الشيء راح ارفع الوزن فوق 1 اوكي راح انزل تحت 2 تحت 3 اوكي شوي 4 انزل تحت يلا يا بارع يلا 1 مور اوكي تحت يلا يا بارع شايفك تعبت اوكي راح انزل هون بالاوزان راح اطلع فلاي 1 2 3 خلي راسي مرفوع يا بارع دائما راسي مرفوع اكيد 6 1 مور 7 اوكي راح اطلع هون امامي 1 2 3 4 تشرب مي يا بارع 5 اوكي اشرب مي يا بارع بالبريك هيك بنكون خلصنا تمرين الاوزان يا بارع خلصنا معناته هاتوا المي اعطيه مي بسرعه مطرته هاي مطره بارع يلا يا بارع عشان نخلص اليوم شكرا شكرا لك كوتش ومن يوم طالع رح العب كثير بس ما بعرف ليش صرت اتعب هيك مع اني كنت اشيل اوزان اكثر وكنت العب اكثر حكيت لك يا بارع جنين برايك شو الاشي اللي كان الغلط اللي يعمله بارع بتوقع انه هاي الرياضه كان بدها رواق وبارع كان كثير مستعجل 100% وهلا المهم المهم انك تلعبها صح يا بارع طبعاً. وما تتحمل اي اصابه